الجوية. موبيليس أينما كنتم. متابعي ومشاهدي قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم إلى توقعات أحوال طقس ليوم الأربعاء صباحا. بداية مشاهدينا الكرام، نرتقب اضطراب جوي على المناطق الشمالية. الاضطراب راح يزداد كثافته بالنسبة لمناطق الجهة الجنوبية الشرقية. باقي ولايات الوطن تبقى تشهد أجواء صافية ومشمسة مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة. درجة توقعات الصبيحة لصبيحتنا راح نسجل سحب بدون فعالية على طول الشريط الساحلي، لكن راح تكون مرفوقة بهبوب رياح نوعا ما في بعض الأحيان، راح تكون قوية بالأخص خلال الصبيحة. اضطراب جوي كبير راح تشهده المناطق الداخلية الشرقية امتلاحقا من مناطق الجهة الجنوبية الشرقية، وراح نرتقب أجواء قائمة مرفوقة بأمطار. هذه الأمطار راح تكون غزيرة. باقي ولايات الوطن فيما يخص المناطق الغربية راح تبقى تشهد أجواء صافية ومشمسة. للملاحة والصيد البحري بحول الله، بحر هادئ إلى مضطرب بالأخص بالنسبة للسواحل الشرقية. سرعة رياح من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة خلال الصبيحة لصبيحتنا، درجتنا الدنيا كامل راح تكون بثلث درجات بولاية البيض، فيما يخص درجتنا القصوى كامل راح تكون ب 12 درجة بالجزائر العاصمة. باقي ولاية الوطن 4 بكل من ولاية الجلفة، كذلك المدية 8 بوهران، 5 بولاية بشار و6 كانوا بولاية غردية. هذو كانوا درجات الحرارة خلال الصبيحة. توقعات الظهيرة، وضعيتنا للظهيرة نرتقب أجواء قائمة مرفوقة بأمطار بالنسبة للمناطق الداخلية وأجواء صافية على طول الشريط الساحلي. كذلك راح نرتقب أجواء غائمة مرفقة بأمطار قوية نوعا ما على مناطق الجهة الجنوبية الشرقية وأجواء صافية تشهدها مناطق الجهة الجنوبية الغربية التحاقا بالمدن الجنوبية وأقصى الصحراء. للملاحة والصيد البحري، هذه المرة البحر خلال الأمسية راح يكون هادئ على طول الشريط الساحلي. سرعة رياح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة لأمسيتنا راح نسجلوا كدرجة دنيا 11 درجة بولاية البيض، 21 كدرجة قصوى بكل من ولاية أدرار وتمرست. باقي ولايات الوطن 18 درجة بالجزائر العاصمة، 14 بالمدية، 17 درجة كانت بوهان، و16 درجة كانت بولاية تلمسان. هذو كانوا درجة الحرارة للظهيرة. اليومين الجايين بحول الله، يوم الخميس اضطراب جوي نوعا ما راح يكون كثيف فيما يخص السواحل الغربية التحاقا بالسواحل الوسطى. في بعض الأحيان راح نرتقب بعض القطرات من الأمطار. كذلك راح نرتقب أجواء قائمة على المناطق الداخلية التحاقا بمناطق الجهة الجنوبية الشرقية. أجواء صافية تشهدها باقي ولايات الوطن مع تسجيل سحب بدون فعالية على مناطق أقصى الصحراء. درجة الحرارة بحول الله نرتقب 3 درجات بكل من البيض، الجزائر العاصمة، وبجاية كدرجة الدنيا، و23 درجة هذه المرة راح تكون كدرجة قصبة وبولاية تمرست. للملاحة وسائل البحر بحول الله، بحر مضطرب نوعا ما، سرعة رياح من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة. هذا فيما يخص يوم الخميس. يوم الجمعة بحول الله أجواء غائمة راح تشهدها المناطق الساحلية، في بعض الأحيان نرتقب معها بعض القطرات من الأمطار، وأجواء صافية على مناطقنا الداخلية على غرار مناطق الجهة الجنوبية الغربية التحاقا مناطق وسط الصحراء. كذلك مناطق الجهة الجنوبية الشرقية راح تشهد أجواء غائمة مرفوقة بأمطار. هذه الأمطار نوعا ما راح تكون غزيرة. درجة الحرارة اليوم الجمعة درجتين بالبيض كدرجة دنيا، و23 راح تبقى بتمرات كدرجة قصوى. وضعية البحر، بحر هادئ على السواحل الغربية كذلك السواحل الوسطى. سرعة رياح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. راح يكون مضطرب على السواحل الشرقية، سرعة رياح من 30 إلى 35 كيلومتر في الساعة. هذو مشاهدينا الكرام كانوا توقعات الطقس الأيام القادمة بحول الله. معلوماتنا الفلكية اليوم الأربعاء 23 ديسمبر، الشروق راح يكون على 7:58، أما الغروب راح يكون على 5:36. لمزيد من المعلومات زورنا عبر موقعنا على الفيسبوك الحياة شانل أو عبر الويب. بهذا الحق من ختام شرطنا الجوية لنهار اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.